بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وأحبائي دائما مشاهدي ومتابعي قناة جوهر السويس، جولة جديدة مع كاميرا جواهر السويس، والجولة بتقول أنا يهمني الأصناف ودرجة الجودة والأسعار، وإن كان ممكن نشوف كمان طرق طهي لهذه الأصناف من الأسماك. تشكيلة مميزة، ودايما أنا بفضل تصوير عند المحلات اللي هي عندها تنوع وعندها مصداقية. الناس اللي سألتني على البوري المبطرخ قلت لهم بدأ ينزل، ونشوف قد ايه جمال ال، بس كفايه يا ابو حميد، كفايه يا ابو حميد عشان حرام. البوري ده بوري امهات يا مش هنسمع الاحداث، لكن انا عشان شفت البوري ده انا سعدت جدا، وقلت هراضي بجمهوري جمهور قناه جوهر السويس، لان لسه الناس سالاني قالالي اخبار البوري المبطرخ ايه؟ لا ده فيها ليلي كمان. ومن هنا قبل ما اخش في الغويط نبدا نشوف الكلام مع هو، يعني هو يعتبر خلاص من العيله حبيبكم. ازيك يا حاج احمد؟ صبح على جمهورك. صباح الفل على جمهور جارسيس، وان شاء الله نقدر نوفر كل المطالبات اللي كل رغباتكم ان شاء الله هتلاقوها. الحاج احمد بصراحه بقول له يا احمد، انا بصراحه بقول له يا احمد حرام عليك الاسعار والسوق بتاع، قال لي انا ما اعرفش اعرض الا بكميه وبوفره وما عنديش حاجه اسمها واحده ولا اتنين. الكلام ده مش انت قلته لي فعلا؟ انا قلت لك لا، يعني السوق ما يستحملش. قلت لي ايه؟ لا ما لا انا بعمل عليا ولازم اوفر السمك اللي مش موجود. ليك جمهورك؟ طبعا ليا جمهوري. وعم احمد ما ينفعش يجي يصور بلاش عامل حاجه عندنا. والحمد لله انا ما فيش مره جيت صورت الا لما لقيت ان التصوير والغرض وطلباتكم ان شاء الله مجابه. نبدا من اليمين يا ابو حميد. ماشي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك له، عرض متميز. ولو بصينا كده هنلاقيها ان هي عرض بسم الله ما شاء الله، ربنا احسن حاجه يهو يحسن له السوق. الاخطبوط ده بقى انا محتار معاه، ما كانش ليه طلب وما كانش ليه سعر، والله كنت بجيبه ب 30 جنيه الكيلو. الكلام ده طبعا من سنتين او من سنه. ايه اللي حصل في الاخطبوط؟ والله الاخطبوط مطلوب، مطلوب بكميات مهوله وما فيش. الاخطبوط مطلوب بكميات كبيره جدا وما فيش. الاحجام دي وسط حلوه الاحجام دي يا احمد. بصوا يا جماعه انا وبعدين كل ما اللاجئ يتعلم بيتعمل ازاي الطلب زاد عليه ويستطعموه، لان هو بقى بيقول لك ساخن شويه عن الصوبيا يعني. النهارده الصوبيا يا جماعه ب 170 و180، فيعني الناس بتدور على البديل. اخطبوط بسم الله ما شاء الله، اوزان دي اتنين فوق الاتنين كيلو دي تقريبا مش كده؟ وطبعا انا بعيد وازيد في الحته دي يا احمد. بص يا جماعه المصاصات دي محدش ينضفها. التنظيف يا عم احمد بتحاش الحبر من هنا. ايوه بتقلب البطن. ده البطن، ده البطن بتقلب، بتحاش الحبر تنضف وتنضف الجلد ده بس، الجلد والحبر والمصارين بتاعه الاخطبوط دي بس، وبعد كده يتشط شطه حلوه. ده كله كده، كل ده بيتاكل، كل ده ليه فوائده وليه مغذي جدا. ما ينفعش. احنا كده شفنا الاخطبوط يبقى بكام الكيلو؟ الاخطبوط الصغير ده عامل 160، 160 اللي هو كيلو الا ربع تقريبا. والاخطبوط ده عامل 180، 180 والاثنين واحد. واحد بس كبير، في ناس بتحب الكبير عشان بيبقى بيعمل معاه مواقف في الطهي. السوبيا دي بقى سوبيا صغيره دي ب 100 جنيه. ب 100 جنيه السوبيا حلوه يا جماعه، يكفي ان هي بلدي. ب 100 جنيه السوبيا قلنا 100 جنيه يا جماعه. حلو
الزرقان ده يا جماعة الناس اللي ما تعرفش الزرقان تقول أنا أقول لها الزرقان ده من عيلة يعني مش من عيلة من طعم الحارث والمكرونة سمكة جميلة ودسمة وفي نفس الوقت في القلي هي قلي بس هي قلي فقط يا جماعة الدين الأصفر وكم الزرقان ده؟ 40 والله كويس إن شاء الله الدكورة دي الكرة دي عاملة 70 جنيه كابوريا ذكر أحجام وسط سبعة من سبعة أو ستة في الكيلو صح؟ اه 180 أما حاجة ما هنشوف الصبية متطبقة ومفروشة على تلج لا مش شرط ما تاخدش اللي هي عاملة قمع دوران كده اعرف إنها شبعت وكرعت ميه تمام البوري الجميل ده انا هتناقش معاك في البوري شويه ده بوري بلدي طبعا تمام والعلامات بتاعت البلدي احنا عارفينها ده لو اتفسخ المبطرخ ده يبقى حلو ولا مش المبطرخ احسن لا المبطرخ حرام هفسخ مطروح حرام يعني مثلا حرام هو هفسخ مطروح اذا لما تيجي تحب تاكل سنجاري او تاكل سمكه مشويه مقفوله خش على السمكه الايه المبطرخه اللهم صل على النبي الحمد لله انا بس ببقى سعيد جدا لما احس ان انا لبيت طلب اي حد من القناه طبعا لسه سالني على البوري والهليلي وقالوا لي اتصل عليه انا عايز افتكر اسم وان شاء الله هتصل عليه حالا بكام البوري الجميل ده 170 في مزارع عم احمد بيعمل 70 صغير في مزارع بس المزارع ما بتصلش الاحجام دي عم احمد يعني مثلا البوري بتاع المزارع ما بتصلش الاحجام دي الاحجام دي بتاع الكنال معروفه سعر الكنال سمك بوري بلدي حافظه كاهلها ايوه حافظه سعرها يعني الجوده هي يا جماعه سمك يعني العين سمك والحاجه ما حدش يقدر يتكلم سمك يوم بيوم عم احمد انا بقول سمك يوم بيوم السهليه لا السلاح دي عندي سلاح 130 جنيه 16 17 واحد البطرخ ده على ايدي عم احمد اهو البطرخ مرمل اهو البطرخ مرمل هو طبعا اللي اكل البطروخ وعارف جمال بصوا يا جماعه الهليلي الله هليلي حاجه ما شاء الله عم احمد وبعدين هليلي احجامه كبيره انا افتكرت اللي كان سالني على البوري والهليلي الدكتور حسام دكتور العيون بالقصر العيني انا على الهوا اهو وبقول لك البوري والهليلي البوري المبطرخ والهليلي موجودين عند ابو مزار الاصلي الهليلي بكام ب 160 برضه ب 160 لسه ما بطرخش لا فيه مبطرخ في مبطرخ يا جماعه في مبطرخ انا لسه وشاوي منه دلوقتي ممكن متهيألي مبطرخ طيب تمام اذا هو ممكن يقي لك شويه مبطرخين لو انت عايز يبقى في بوري وفي هليلي بالمواصفات اللي الناس تحب تاكلها الاناتي الكبيره دي يا ابو حميد بسم الله ما شاء الله انا ده عم احمد انا عامل العرض ب 200 جنيه عم احمد والبكوره الكبيره دي برضه 120 3 و 4 نيجي بقى على الجامبو وهو يعني انا اقول ايه اللي معاه ربنا يوسع عليه جمبري اصحابه واللي معهوش ربنا يفتح عليه وايه ويرزقه يجي يشتري برضه جمبري اسعاره رفع شويه عم احمد رفع شويه يعني اسعار صراحه انا مش قادر حد يقول له الاحجام دي 20 واحده في الكيلو عدد كعدد 20 واحده في الكيلو ب 450 والله الغاوي وفيه 12 واحده في الكيلو ب 650 وفيه 30 واحده في الكيلو ب 350 عارفين يا جماعه الجمبري بيتباع بالعدد في الكيلو كل ما قل العدد كل ما ارتفع سعر الجمبري الحجاري دي الحجاري دي ب 100 جنيه 100 جنيه عشان وسط يا جماعه الله 111 يا جماعه اهي العلامه اهي ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه دي علامه مسجله في الوقار اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي انا عارف الاسعار بتاعه الناجل والوقار 111 عالي شويه 111 ب 250
250 عندنا لود كلال. لا شوف الفوارس دي، هات الفوارس دي في ايديك كده. الله فوارس فوارس شفت الفوارس دي يا جماعه. انا برضو هقول تاني، روح اسال عليها في الاردن والخليج تقول لك دي رقم واحد عن اي سمكه تاني. دي سمكه في الساحل وسمكه دسمه وطعمها مميز. سمكه فوارس بكام الفوارس؟ ب 130. 130 يا جماعه، 130 اللوت البلدي الكبير ده ب 90 جنيه. برضه نرجع نقول يا احمد، احنا نقول يهمنا اللون الفضي. طبعا ما تاخدش اللي لونها غامق. اللون الفضي بقول لك انا سمكايه بلدي مش مزاج. طب باينه يعني بكام الكيلو فيها؟ 90. الله على الهمور. فروخ هذه بنسموها فروخ حمور. ايه صغير يعني 2 الا من كيلو ونص ل 2 كيلو. جميله جدا الفروخ الحمور. 170. خش معاه الفلوس برضه ما يخشش. لا الفلوس اقل. الفلوس اقل. الفلوس بكام؟ 140 جنيه. بص يا جماعه انا قرب الكاميرا خالص اهي عشان تعرفوا الجوده عند ابو مزار. انا ركبت لها كاميرا عم احمد، انا اخضرت اهي. جميل يا جماعه. ما شاء الله لا سمك ما شاء الله. وانت معايا ان انا ما اشتريش سمك الا لما اتاكد من جودتها وعلامه الجوده طبعا. عين وظبط وتماسك سمكه طبعا. بسم الله ما شاء الله. الله ينور عليك. الجنيس البلدي من غير كلام يا جماعه. ليه الظهر نقول عليه تاني ونعيد ونزيد؟ الظهر مش اسمر ما شاء الله. ده يعني هو دسمه جدا وللمزاج العالي اللي عايز ياكل سمك دنيس. بكام الدنيس؟ 220. يا جماعه قربت الكاميرا اهي عشان الناس تتمتع بجمال السمكه وجودتها. 220. انا اقول ليه كده يا جماعه؟ لان انا بصعب عليا حد يشتري سمكه بهتانه او لونها رايح التلج واكلها، لكن لما تيجي تشوف مرجان بقتب بالجوده دي اشتري عشان تعرف تاكل الطعم. ولا انا غلطان يا ابو حميد؟ يعني النهارده الجوده بتاثر في الطعم ولا بتاثرش؟ طبعا بتاثر. حاجه كل ما تبقى طازه تبقى احسن، بيبقى طعمها لسه خيرها فيها. مرجان بقتب في حجمين يا جماعه، في حجم وسط صغير كفوف. يعني احمد بيديكم تشكيله متنوعه. ناخد الاول اللي هو الوسط 150. والكبير ده ب 200. انا سال عليه يا جماعه، هو الاسعار تقريبا كلهم ماشيين على رينج واحد ما بيختلفش. دي بوري ودي بارك. البوري وصل لاحجام الاربعه وخمسه وثلاثه. بص يا جماعه برضو هات الدماغ الثانيه بقى جنبها كده. بلدي وده بلدي. بصوا يا جماعه البوري عريضه زي ما احنا شايفينها اهي، والطباره يعني بص عريضه ومدببه. هنا هتلاقيها طالعه بوز وفي نفس الوقت ايه زي المنقار كده. ادي اهو على الطبيعه اللي على اليمين، اللي على اليمين بوري واللي فوق طباره. والناس اللي كانت بتسالني بتقول لي الطباره ما بتوصلش. لا بتوصل يا جماعه اهي، بتوصل الاحجام. لا لا البلدي بس البلدي، لان المزارع بيطلعوا لها حجم معين. النعم البلدي هتكون في خروجها من المزرعه. النعم البلدي لا اظن الدول في التخليل واحد. واحد. يعني طعم واحد يا جماعه. انا عن نفسي خد طباره او خد بوري الطعم واحد. الطباره بكام؟ هي نفس السعر 160 170. بدرة ده 170. مزارع بتبقى حجم اقل، في موجود ب 100 جنيه لو عايز، حد عايز يعمل مزارع. امسك يا احمد دي كده. اللي عايز مزارع نجيب. شعور الاصفر بتاعنا بتاع السويس. بسم الله ما شاء الله. مقطع له السنار عم احمد. كله مقطع له السنار عم احمد. بصوا يا جماعه رفع اثقال، يعني الشعور بسم الله ما شاء الله، واللون مزهزه والعين بتقول انا طازه، والظبط عليها
كل بسم الله ما شاء الله كل الخطان بتاعته عم ما طبعا الاجمل صيد صيد السنارة يا جماعة في الشعور. ونسأل على الاسعار. الشعور النهارده 160 160 يا جماعة. شعور امبارح كان 150 150 النهارده 160 160 احنا حسب سعر اي سمك حسب ما بيطلع بيوم عم احمد. ما يا جماعه دي فرصه يعني هو الراجل بيروح يسوق من الجمله زي ما بيسوق بيحط هامش الربح بتاعه وثابت يعني هو اللي بيأثر التسوق ولا يا احمد؟ انت اتسوقت رخيص رخيص يعني اكل عيشك واحد ادوس يا جماعه الله هات عند اللمبه كده دي تطلع لها فوق ال 4 كيلو يا احمد او 3 وشويه 3 ونص نبدا بقى نشوف العين والجوده بتقول ايه فيك يا قاروص ده شوي زيت وليمون انا عجباني ما اعرفش ليه يا جماعه انا لما السمكه تستهويني كعين بطول معاها شويه عشان نتعلم مع بعض. اهم حاجه عندي السمكه العين بتاعتها تبقى شوف اهو زي الجوهره كده. وفي نفس الوقت في ظبط ها؟ مش ناشفه ودي زي ما يكون عليها مسحه غيرها كده. تبارك الله ربنا يزيد الخير. بكامل القاروص؟ 150 150 يا جماعه. كمال مش مازال عم بسم الله ما شاء الله السمك انا من غير ما تقول يا احمد انا عارف انت بتقول لي ما تفتحش عم احمد انا عارفها لا 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 عشان برضو احنا بقى احنا ايه احنا درجات في التعلم فاحنا بنمشي مع الناس نمره واحد العين نمره اثنين الظبط التماسك واخر حاجه تبص على ايه على الخيشوم 80 جنيه عم احمد 80 جنيه يعني خمسه عدد او سته كيلو ده يمشي شوي ويمشي قلب شوي ما شاء الله حلو هليلي دي اللي هناك ده؟ هليلي نفس اللي هناك هليلي يا جماعه بس ايه؟ اصغر سنه يعني. اصغر سنه ودرجة بصوا يا جماعه الزعنفه صفرا ازاي؟ شغل كنال اللهم صل على النبي هليلي بكام الهليلي ده؟ 160 160 برضه ما هو نفس الاصح اهم حاجه يا جماعه برضه احنا ندور على الجوده الجودة وبعدين انا عم احمد عايزين نقول حاجة يعني مثلا سمك الكنال اغلى من سمك المزارع دي حاجة معروفة فرق السعر الزبون يقول لك تبار مثلا ب 100 من 160 ل 170 ما ده كنال وده حاجة دي حاجة ودرجة التغذية فيها ودرجة الطعم انت بتاكل حاجة ما لا فيه زفارة لا فيه بلدي هرمونات تغذية ولا بتاع لا حاجة تمام بسم الله ما شاء الله في عندك صدف قليل بكام الصدف طيب برضه للعلم؟ ب 70 جنيه ب 70 جنيه ده سنجال يبقى جميل جدا يا جماعه حاج احمد ابو مزار الاصلي كل يوم خميس كل يوم خميس بنوصل طلبات القاهره لغايه المنازل لغايه باب البيت ب 100 جنيه القاهره جيزه مدينه الرحاب الشروق الشيخ زايد 6 اكتوبر نطاق القاهره والجيزه بالكامل على تليفون مزار اهو طبعا لو ده جيت فجاه ده زلقان مقلي وده زلقان لا بص بقى لا استناني الناس بتخاف من الزلقان حط لي دي وافتحها لي ولا افتح حد ده زلقان اهو عشان اوريكم اللحم الابيض يا جماعه الله اللحمه ما شاء الله يعني لا بص يا جماعه بص وبياكل بالصلاه على النبي حاجه حلوه يا عم احمد ما شاء الله يعني بسم الله ما شاء الله مفيش شوك خالص وده هليلي ده هليلي هليلي يا جماعه بسم الله ما شاء الله لازم ناكل سمك كل يوم طبعا طبعا ده يا جماعه جمبري متنضف بينضفوا طبعا المعلم مزار طبعا الفل يا معلم مزار منور الدنيا يا حبيبي طبعا ومعاه عبد الله بنفس النظام كل حاجه لوحديها دي ذوق طباره دي وادي بربوني وادي شخرم كل طلباتك هتطلبها هتنفذ زي ما انت عايز المرجان بعد ما تنضف يا جماعه الجمبري ده عشرينات ده
ده ب 150 ها؟ اه في بقى عندنا برضو عشان الاحجام الناس اللي بيحجز عندنا الله الله ده البوري اي حلو يتحجز عندنا الجمبري 12 دي كلها اضرار طالعه يوم الخميس يا جماعه اه يعني احنا النهارده الاربعاء يعني الصبح ان شاء الله هسه يوم الاربعاء يعني الحاجه كده فريش بس متسقعه كده في الثلاجه هتسيبها هو يا جماعه طريه وثلاجه فريش مش درجه تجميل لا لا احنا وهو بيوصل لك الطلب لغايه بيتك مقابل نقل 100 جنيه والفيديو ما بيكذبش والفيديو على عينك ايه يا تاجر كده يا جماعه هقدر اقول لكم جوله ترضيكم باذن الله واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.